نيجيريا مرة أخرى في طريق الفريق الوطني. إنه الحاجز الأخير قبل تحقيق الحلم، حلم الأمة بأكملها. في البداية كان الهدف المواجهة وفنيات هذا الجيل من اللاعبين تجاوزت هذا الهدف. يوم 10 أكتوبر 1981 الغول النيجيري يسقط أرضاً في مغارته بسوليدار، هدفان اثنان من بلومي وزيدان يمحي بخاري يمسك الكرة، يبقى محافظ عليها، يبحث عن دليل. بلومي، بلومي ينطلق، خطير بلومي، هدف خطير بلومي في هذا المحتوى، هدف عارفه في خطوط المدافعين يتخادع وحتى الحارس يدخل من الكرة في بس المرمى في الدقيقة 33. شوف الإعادة بعد بخاري بلومي، بلومي يعرف في مرمى ثلاثة مدافعين، الرابع يخرج الحارس ويمرر الكرة حتى يسجل أول هدف. والواقع أن هذا الهدف جاء تسويف لنقدر نقول بسبب السيطرة لمربي كواران اللي كان ضيعت ثلاث أهداف لحد الآن. إذا افتتاح تسجيل بهدف